بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مساعد سياري من السوبرفايزر بيشنت ريليشن في المستشفى. والحقيقة دور البيشنت ريليشن هو تحسين العلاقة بين المستشفى والمريض، كذلك تقييم الخدمة المقدمة في المستشفى، إضافة إلى ذلك المقترحات اللي يتقدموا فيها المرضى أو الشكاوي ونقلها للأقسام المعنية والإدارات المستشفى. أنتم الحقيقة تناولتوا موضوع وتركتوا مواضيع الحقيقة، يعني ما ذكرت يعني من المشاكل اللي تواجهنا مع المرضى المحولين من قبل الهيئات الطبية، وأنا على طول دخلت في المشاكل فاعذروني، لأن نوعية المشكلة وصعوبة التعامل معها. المرضى اللي يتحولون للخارج للعلاج بعدين يرجعوا في فترة استراحة أو نقاهة فترة معينة، وبعدين يبغون يرجعون لتكملة علاجهم للخارج. الهيئات الطبية تطلب من المستشفى تقرير طبي يوصي بتكملة المريض للعلاج الخارج. رأي الطبيب هنا في المستشفى لما ناقشه في الموضوع يقول أنا أساسا ما أرسلت المريض ولا وافقت على نقله ولا اقترحت ولا أني أوصيت بنقله للعلاج بالخارج، فكيف أن الهيئات الطبية تطلب من المستشفى تأييد رأي مهو برأيها؟ يعني أنا هذا أطرحه للأخوان، ما أدري وش رأيهم فيه. ما يسهل الخدمة يعني من خلال خبراتنا مع العمل مع المرضى سواء عندنا في المستشفى أو عندكم، هو تسهيل الإجراء، standardize the service، يعني سواء عندنا في المستشفى لما تكلمتوا عن إعادة صرف الدواء واقترحتوا أنكم تحطون أرقام واجد وأنا أعتقد أن هذا مو بعملية، يعني لازم يكون العمل الطريقة السهلة للمريض يتبعها أساس أنه ممكن أنه يزاولها. إذا صارت الطريقة صعبة المريض مش حيعمل فيها سواء عندنا أو عندكم. كذلك اختلاف طلبات الهيئات الطبية، يعني في بعض الهيئات زي ما أشار الله فيصل قبل شوي، فهيئات طبية تطلب تقارير طبية مثلا كل 6 شهور، وبعضها تطلب كل سنة، وبعضها توافق على مرافق وبعضها ترفض المرافق الآن، وصاروا كثير من المرضى الآن يجول بعضهم بدون تقرير، يعني إعادة بس ببيان بالتوصية، يقول لك أعطني بس بيان بالتوصية وهذا يستقبل اتصالات يومية كثيرة منه. فأنا وش أطالب فيه؟ أطالب الحقيقة أنه يكون في ستاندر بيننا وبينكم، يعني يكون الأمر واضح للمريض وللمستشفى وللهيئات الطبية، يعني هذا بيسهل علينا ويسهل عليكم ويسهل للمريض اتباع الخطوات، تكون واضحة لنا ولكم وللمريض بالدرجة الأولى. الشيء الثاني زي الخدمات المقدمة في المستشفى، يعني قد ما سهلناها قد ما استخدمها المريض وتعود عليها واستطاع أنه يتعامل معها، ممكن حتى ما يلجأ لكم ويزعجكم فيها، يعني ممكن يتواصل مع المستشفى برقم معين يطلب علاجه، يصله العلاج عن طريق الصيدلية بكل يسر وسهولة بدون حتى ما نستخدم المكاتب في مناطق المملكة المختلفة. جزاك الله خير. الله يعطيك العافية. احنا عموما حنرتب اجتماع داخلي ما بين جميع الأقسام اللي اجتمعت اليوم إن شاء الله، ونراجع اللي قلناه كله ونحاول نصيغه بطريقة أفضل إن شاء الله.